أكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين محمد سالم أهمية تعزيز الإيرادات الضريبية من خلال هيئة موحدة تجمع مختلف الجهات المعنية. وأضاف سالم أن إيجاد هيئة موحدة سيسهم في توحيد قاعدة البيانات وامتلاك آلية واضحة للتعامل مع الشكاوى. عندنا تصور لملف تعزيز الإيرادات الضريبية عن طريق عمل إصلاح ضريبي باستحداث هيئة جديدة بتجمع ما بين مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب، الضرائب العقارية، كافة الجهات اللي المنوط بها تحصيل الضرائب، بحيث ان هم يتوحدوا داخل مظلة كيان واحد. الكيان ده هيتم توزيع العبء الإداري فيه على عدد موظفين اكتر، بالتالي الوضع بتاع مسؤولي جمع الضرائب هيكون افضل واقل فيه الضغط. حاجة كمان انه هيبقى عندي قاعدة بيانات موحدة، وبالتالي اللي هيدفع هنا هيبان هنا، اللي هيدفع هنا هيبان هنا، وبالتالي هيحصل توحيد للجهود اللي بتتم، وهيبقى انا كممول مش مضطر ان انا اتعامل مع ثلاث او اربع جهات، لا في جهة واحدة هبتعامل معها دايركت، وبالتالي بدفع الضريبة هنا مرة واحدة كرقم واحد، ويبقى عندي كمان اليات ان انا اقدر لو شايف ان في رقم مش مناسب او تقدير مش مناسب يبقى في آلية واضحة للتعامل مع هذا النوع من الشكاوى، الى جانب امور اخرى هنتكلم فيها وهنطرحها خاصة بترشيد النفقات.